السلام عليكم. ده نشوف ازاي نعمل ازمات دي دبليو جي زي اللي موجود قدامنا دلوقتي. بتلاقي فيه التوصيلات هتبقى ماشيه ازاي، بالابعاد، بالمواصفات، بالبيل اوف ماتيريال، بالحصر، بالديسكريبشن، لكل حاجه. طيب اول حاجه اعملها ان انا هفتح لوحه من اللي انا شغال فيهم من السورس فايل، وفي طريقه اخرى من قلب الازماتريك. هقول له هنا كويك ايزو وابدا اختار العناصر اللي انا عايزها بالشكل دوت، تمام، وادوس انتر، او ان انا اختار اللاين نمبر واختار اللاين نمبر ويبدا يعمله. دلوقتي هقول له انتر، هبدا اختار الايزو ستايل اللي انا عايزه هيساف فين، اقول له كريت دي دبليو اف، اقول له في الرايت لو هو موجود قبل كده اديله الرقم، هقول له ريسيلكت لو انا عايز اعمل تحديد لعصر اخرى، يعني ان في عنصر تاني عايز ازوده او انقصه. هنا ادفانسد بيقول لك اكسبورت تيبل اون ايزو كرييشن، هتختار مثلا الحاجات اللي انت عايزها. اجنور بريك بوينت، لو انا عندي بريك بوينت تجاهلها، تجاهل لو في ايزو انوتيشن في الموديل. ريفايز ايزو ستارت اند اند بوينت، اعكس البدايه مع النهايه. اوفر رايت، خلي فيه الاراو، اختار الشكل اللي انت عايزه، اتجاه هتحط في اوفر ليفت ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا زي ما انت عايز. هتختار اللوكيشن بتاعه، هقول له اوكي، هقول له كرييت، هيبدا يعمله. او حاجه تانية هقول له برودكشن ايزو، بيبدا يجيب لي الحاجات، ابدا اعلم على الحاجات اللي انا عايزها، واختار الايزو ستايل واقول له المكان اللي سايب فيه كرييت دي دبليو اف، فرايت لو هو موجود الرقم اللي انا هديه له واقول له كرييت، يبدا هو يعمل كرييت. او من ايزومتريك دي دبليو جي تيجي هنا تقول له اللاين دوت، تبدا تختاره كده وتقول له كويك ايزو او برودكشن ايزو، ويبدا هو يعمله لك، تمام. تيجي هنا تلاقي الحاجات بالشكل دوت.